السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الرسم الهندسي. إن شاء الله مكملين بالباست إكزام، وحاليا راح نحل الباست إكزام A5. طبعا متعودين على نفس المطالب، وإحنا يعني دايركت راح نفوت نبلش في الرسمة. زي ما بنلاحظ أنا بشوف هاي الرسمة شوي، خلينا نحكي فيها شوية تعقيد، أو مش شوية تعقيد، هي مكونة من أكثر من رسمة في نفس ذات الوقت. كيف يعني؟ تمام، يعني انا بلاحظ انا معطيني هاي الفرونت، هاي راح تكون رايت وهذا التوب. مستحيل اني اقدر ابلش من اي سكشنال فيو وارسمها واعمل اكسترود دايركتلي. شو لازم اعمل؟ لازم اقسم هاي السكشنال فيو او اقسم هاي الرسمه لثلاث، خلينا نحكي لرسمتين، ثلاث رسمات حسب اللي انا بشوفه مناسب. تمام، انا بالنسبه لي شو اللي انا شايفه مناسب؟ تمام، اوكي، في البدايه انا ممكن اعمل هاي الرسمة لحالها، هاي بس بدون هاي، يعني انا ارسم خلينا نحكي ارسم الفرونت فيو لهاي، تمام، واعملها اكسترود وابلش اعمل ريموف واحط وازيد هاي، خلينا نحكي نص السلندر. بعدين بالنسبة لهاي كمان راح اقسمها انا هيك، بحيث ارسم هذا حرف السي او الاشي زي هيك، تمام، واعمل له اكسترود واعمل هاي الويدج وادمجه مع هاي. وبعدين انا اجي اعمل هاي بكل بساطه وبكل سهوله، بقسمها لاكثر من بارت وابلش اشتغل عليها. طيب الان خليني اجي ابلش بهاي الرسمه. اول شيء الحرف اللي زي هيك انا بلاحظ هو جاي على الفرونت فيو، بلاحظ انا عندي 68 12 36، بعدين انا في عندي هاي القيمه 36، برجع انزل 12 وبطلع وبسكر. اوكي، الان قيمتها قديش راح تكون قيمتها؟ هاي اللي هي 86 كاملة من هون لهون 86، فهاي راح تكون عبارة عن 86 ناقص 12 و 12 اللي هي 68، سوري 68 ناقص اللي هي 24، لأنه 12 من هون و 12 من هون راح تكون 44. تمام، خلينا نبلش ونرسم هذا الشيب. أنا أول شيء راح أجي أرسمه على على الفرونت فيو. أنا حكيت عندي شغل لاين أورثو، بدي اضبط اللاين ويت، خلي 0.3، اوكي عشان تكون اوضح. تمام، الان انا عندي 68 مش عارف قلت مع 86. بعدين انا عندي 68 كمان راح ارجع انزل 86 12، هاي كانت 36، تمام. بعدين عندي هان حكينا اللي هي بتطلع 68 ناقص 24 تطلع 44، وبسكر هيك. تمام، الان بحولها لفرونت ليفت الاس اي، وباجي بعملها ريجن اكسترود. المقدار قديش الاكسترود هسه بنشوفه. بدي اجي اعمل اكسترود، هذا الاكسترود اللي هي 66، هاي 66، اوكي. خلينا نحولها للهيدن افضل. تمام، الان انا عملتها. الان انا شوفي عندي، الان انا عندي انا عندي هون مربع هو عبارة عن 42 ب 48، تمام، ونازل لتحت خلينا نحكي ب 15. خلينا نجي نعمله، بحرك اليو سي اس على هذا الفيس. انا عندي مربع الواي تبعته 42 واكساته قديش، الاكس تبعه كمان قديش، 42 في 48. فالإكس أنا بالنسبة إلي هيك الإكس، تمام، الإكس هيك قيمته 48، بس خلينا أحطه مكان مناسب. أنا هيك الإكس هاي قيمة 48 فاصلة قيمة الواي، القيمة اللي هيك 42، تمام. هسا قديش عمقه؟ عمقه 15، تمام. أنا ليش ما حطيته ناقص 15؟ لأنه أنا بدي أعمل له موف. اوكي، الان عشان بدي انقل هاي من هون لهون،
انا بدي احطه هون وين؟ بدي احطه هون. تمام تمام. بعد هيك انا ايش في عندي؟ بدي نفس الاشي من الميد بوينت اللي هون للميد بوينت اللي هون، واجي اعمل موف لهذا من هاي الميد بوينت لهاي الميد بوينت. تمام. الان شو باجي بعمل؟ انا باجي بعمل له سبتراكت، هاي بدي اشيل منه هذا. مش راضي عم بحدد لي كل. تمام هاي شلته، اشيل اوكي، اشيل هذا اوكي، بدي اشيل هذا اللاين انا. تمام وهذا اللاين. الان انتبهوا معي كمان. طيب الان بدنا نشوف الهول اللي هون. هاي الهول جاي على بعد اللي هي 24 من هون، فهاي هي اصلا 48، ف 24 من هون 24 من هون، فهي جايه خلينا نحكي بالميد بوينت، وهون معطيني انديكيت انها 21 من هون 21 من هون، فهي ايضا من هون على الميد. فراح اجي ارسم لاين، راح اخذه على التوب من هون لهون، مش شرط تكون خلينا نحكي اللامسه الفيو اللي تحت، لانه بالاخير عم بعمل تفريغ. الان بدي اجي ارسم سلندر من هاي الميد بوينت. السلندر هاي معطيني الها دايمتر، مش معطيني دايمتر الها. اوكي السلندر هاي اوكي، شو الدايمتر الها؟ اوكي دايمتر الها 10، هاي معطيني اياها هون، فراح ارسمها بدايمتر مقداره 10، راح اسحبها لتحت لانه هي بالاخير تفريغ، واعمل سبتراكت من هذا الشكل لهاي الهول، اشيل هذا اللاين. الان بعد عملت هذا السبتراكت، الان شو بيضل عندي من هاي الجزئيه؟ خلينا نحكي نص الدائره اللي جايه هون. الان نص الدائره الجايه اللي هون، يعني انا ممكن كان ممكن اني ايش اعمل؟ اعمل هذا التفريغ ونص الدائره بعدين، انه اعمل نص الدائره بعدين اعمل هذا التفريغ، ولكن خلينا نحكي ما بتفرق. الان هاي نص الدائره معطيني انها انه الدائره الخارجيه الار عندها قيمتها الار 18، تمام، وعبعد او كاكسترود معطيني قيمتها 10. فشو راح اجي ارسم؟ راح اجي ارسم، احرك اليو سي اس اول شيء على هذا الفيس، راح اجي ارسم دائره بريدياس 18، تمام، راح اجي ارسم لاين اللي هو مثل القطر، باجي بعمل تريم. الان باجي بعمل ريجن اكسترود بقيمه 10. الان بدي انا بدي واحده خلينا نحكي من هذا الطرف وواحده من الطرف الثاني، فراح اجي اعمل لها كوبي، ولكن المسافه من هاي النقطه لهاي النقطه قديش كانت؟ اللي هي كانت عندنا اللي هي 66، فراح اجي ارسم انا لاين من هون من الميد بوينت بقيمه 66، واجي بعمل كوبي لهاي نص الدائره، وامسكها من هون واحطها هون. تمام. الان بعد ما عملتها، الان بدي اجي اعمل لها موف واثبتها على الشكل الاصلي، راح اجي امسكها من هون لان انا طرفها راح يلامس هون على الميد، هاي الطرف لامس. الان شو ضل عندي؟ ضل عندي التفريغ الداخلي. التفريغ الداخلي معطيني اياه انه هو عباره عن ار 10، فباجي بحرك اليو سي اس على هذا الفيس عشان اعمل عليه تفريغ. تمام، ما زبطش اليو سي اس، برجع بعيده. اوكي هيك اخذه. بدي اعمل سلندر من هون راديوس 10، وبما انه تفريغ لازم يكون طالع لبرا، والان برجع بعمل سبتراكت لهذا وهذا هاي الاجسام اللي هتضلي، وبدي اشيل هاي السلندر، وهيك انا بكون عملت الشكل الاول من هاي الرسمه. طيب بالنسبه للشكل الثاني، انا حكيت انا نكسمه من هون، فانا راح اعمل على الرايت فيو زي خلينا نحكي شكل مكعب ومفرغ، فراح هو عباره راح يكون عباره عن 10، بطلع 15، بعدين اروح هاي المسافه اللي هي عباره عن 42 ناقص 10 و10 22، بنزل 15 10، بطلع 30 42، بسكر 30. طيب خليني نحول على الرايت فيو، تمام، ونرسم هاي الرسمه از 2 دي. فانا راح اجي ارسم، انا عندي هيك 10، بطلع 30،
بعدين انا في عندي 42 بنزل 30 10 15 22 وبسكر هيك بكون خلصتها. الان برجع الايزومتريك فيو تبعتي الاس اس اي تمام. الان باجي بعملها ريجن والان بيضل انا عندي اكسترود. قديش قيمه الاكسترود؟ قيمه الاكسترود اللي هي من هون لهون خلينا نحكي قديش قيمتها. قيمه هاي الاكسترود مش جيفن، مش معطينا اياها ولا لا هايها اللي هي من هون لهون 42. فهاي اكسترود لهاي بقيمه 42 والان راح اجي اعمل لها موف. طيب الان لما اجي اعمل لها موف وين بدي اركبها؟ ايوه هسه هون وين بدي اجي اركبها. هسه خلينا نجي نحكي انه هي جاي على الميد بوينت اللي هون تمام، لانه انا في عندي فراغ من هون انا مش عارف قديش قيمته ولكنها جايه على الميد. فانا شو راح اجي اعمل؟ راح اجي ارسم هون هذا الشكل لاين من هون من الميد للميد. اوكي الان عشان اعملها موف انا بدي اعرف بدي احطها على الميد بوينت، ولكن انا بدي امسكها من فوق. لما بدي امسكها من فوق انا بدي اعرف قديش ضايل لي هون. هسه هي طولها 68 وهاي 30، اذا بدي ارسم لاين من هون لهون طول قديش؟ 38. فراح اجي ارسم لاين فوق اللاين اللي انا رسمته طول قديش؟ 38. اهو اجي لفوق اللاين راح اجي ارسم لاين فوق اللاين اللي انا رسمته من هون من الميد بطول 38. الان بعدين باجي بعمل موف لهاي من هاي الميد بوينت اللي هون للاند بوينت اللي هون اللي جايه على 38. بدي اتاكد اني حاطها على الميد بوينت وهيك انا بكون نقلته. الان لو تفرجنا بالاوربت فانا شكلي او الاشي اللي حطيته هو صحيح. الان بدي اشيل هذا اللاين لانه ما بيهمني تمام. تمام الان انا شو ضل عندي من هاي الجزئية؟ طلع عندي من هاي الجزئية اللي هو الويدج. هسه هاي الويدج احنا حكينا هذا الطول قديش طلع طوله؟ 38. طيب وهاي قديش؟ هاي حكينا عنها اللي هي 42. الان راح اجي ارسم مثلث، هذا المثلث موازي لهاي الفيس تمام، بحيث انا عندي هيك حكينا اللي هي 42 تمام، وعندي هون انا 38 اوريدي وبسكر وبعمل ريجن وبعد الريجن دي اجي اعمل لها اكسترود. قيمة هذا الاكسترود حسب مو معطيني 8 تمام. والان باجي بعمل لها موف من الميد بوينت للميد بوينت اللي هون تمام. هيك انا بكون عملت هاي الويدج. هسه شو ضل علي اعمل؟ ضل عندي الجزء الثالث من هاي الرسمة اللي هو عبارة عن خلينا نحكي مربع 48 في 36 مظبوط، 48 في 36 بوكس، 48 في 36 وارتفاعه اللي هو 30. فأنا لو بدي اجي اعمله هون على الاوتوكاد راح اجي احط اليو سي اس على الفيس العلوية لهون تمام. فأنا بهمني اني اعمل بوكس، هذا البوكس قيمته على الاكس هيك جاية 36 وعلى الواي 48. فانا راح اجي ارسمه هون قيمته على الاكس حكينا 36 وعلى الواي 48. الان قديش يكون العمق تبعه على الزد اللي هو بقيمة 30 تمام. الان بدي اجي انقله من الكورنر للكورنر، من هاي الكورنر الداخلية لهاي الكورنر الداخلية، وهيك أنا نقلته هون. الآن شو ظل أنا عندي في هذا البوكس شغل؟ أنا في عندي تفريغ من هون سلندر، هاي السلندر إلها راديوس R 10. فشو راح أجي أرسم؟ راح أجي أختار سنتر. قبل ما أختار السلندر بدي أحدد اليو سي اس هذا الفيس، بعدين سلندر من هاي الميد بوينت تمام. ليش هيك أعطاني إياها؟ اوكي هاي السلندر من هاي الميد بوينت، ايوه هيك صحيح، راديوس 10 لتحت تفريغ عشان اعمل سبتراكت
تمام، هاي راح اجي اعمل سبتراكت، راح اختار هذا الشكل وهذا 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 كاجزاء بدي اياها، بدي اشيل منه هذا، فعملت سبتراكت ويونيون مع بعض. ظل عندي الان اخر تفريغ اللي هو هذا التفريغ. تمام، الان ما بعد ما عملنا سبتراكت، الان انا بلاحظ ايش في عندي. انا في عندي هذا القطع، هذا القطع خلينا نحكي جاي كربع دائرة، تمام، او كربع سلندر. الراديوس لهي السلندر قديش؟ 20. والعمق هذا جاي انا بحكي لي من هون لهون 24، تمام. فالعمق هون قديش راح يكون؟ 24، لانه هاي 48. فشو راح اجي اعمل؟ راح اجي اعمل سلندر، هاي السلندر خلينا نحكي موازية لهذا الفيس، شايفينه؟ موازية لهذا الفيس، تمام. ليش موازية لهذا الفيس؟ لانه هيك هسه بتشوفوا. ليش؟ لما اجي اعملها بدي ارسمها هيك، تمام. الراديوس لها قديش؟ 20. خلينا نحكي العمق او الديب تبعها قديش بده يكون؟ حكينا بده يكون 24، تمام. هاي انت الان بدي اجي اعمل لها ايش؟ بدي اجي اعمل لها موف. فانا راح اجي اعمل لها موف من السنتر اللي هون للسنتر او للسنتر لاين اللي هون. الان شو باجي بعمل؟ انا باجي اعمل سبتراكت، هذا الجسم الاول وهذا الجسم اللي بده يروح، وهيك انا عملت هاي الايدج. عشان اتاكد من شغلي انه صح، بحكي لي انه هاي لازم يكون طولها 10، فراح اجي اختار هاي الفيس، راح اختار دايمنشن ولينير من هون لهون لازم تكون هاي 10، هاي 10. اذا انا شغلي صحيح 100%. الان خل ارجع اعيدها، من هون لهون 10 ثبتها، اذا الشغل صحيح 100%. وهيك تمام بيكون خلصنا الباست ليفر 5. هسه بالنسبه لما خلينا نيجي نعمل شو اسمه سلايسنج والهاتش والدايمنشن، يعني صارت اوريدي معروفه. هسه بحكي لي بده هو سلايسنج وهاتشنج موازي للخط ايش؟ بي كيو. هاي البي كيو هون جاي هاي السنتر، السنتر بوينت اللي هون. فانا شو راح اجي بدي احول اليو سي اس لليونيفرسال، باجي بختار بعمل لها كوبي، تمام. الان باجي بعمل سلايسنج من هون، من هذا امر سلايس لهذا الجسم. السلايسنج موازية لمين؟ جاية من هون، موازية للزد اكس. فانا بختار اللي هو زد اكس، من وين بدي اعملها؟ من عند هاي البوينت، بعطيه انتر، هاي يعمل لي ايش؟ سلايسنج، تمام. الان بدي اجي اعمل لها هاتش، خلينا نجي نعمل لاير للهاتش، تمام. هاي اد لاير هاتش، تمام. وهاي لازم تكون على الديفولت. فالان باجي بحرك اليو سي اس على الفيس اللي بدي اعمل له هاتش، اللي هو هذا الفيس مع خذ هوش. برجع بعيد هاتش على هذا الفيس، انتر. الان بروح على درو هاتش، بدي اعمل هاتش لمين؟ ال ان اس اي 31 لهاي وهاي وهاي. طبعا الويدج انا لما اعمل له كاتنج او سلايسنج بعمل له ايش؟ بعمل له هاتش عادي. خلينا نحط لون اورانج، اوكي. هاي كلوز، هيك بكون عملت السلايسنج والهاتشنج. والدايمنشن خلاص اوريدي معروفه، هيك احنا بيكون خلصنا. خلينا نحكي باست اكزام 5، وان شاء الله يعني بنشوفكم بالنكست باست اكزام، ومع السلامه.